بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالأول موضوع، موضوع حل جمعية الحرية. الحقيقة حتى نبدأ بالموضوع من البداية وتكونوا على اطلاع، أنا وأكثر من نائب، منهم الأخ النائب راكان النصف، لما علمنا بنية إنشاء جمعية تعنى بالليبرالية دعمناها دعم كبير، وحاولنا قدر الإمكان يعني تمهيد العقبات اللي كانت أمامها في وزارة الشؤون للتأسيس، دون علم حقيقة لا بالإخوان المؤسسين مع كل احترامي لهم، ولا الفكرة كانت هي خلق جو تيار آخر معاكس للتيار السائد الموجود، يحرك المياه الراكدة يسمعك وجهة النظر الأخرى. وكنت أنا بالذات مهتم جداً أن يكون هناك جمعية تعنى بالفكر الليبرالي ونشر القيم الليبرالية، ونشر القيم الليبرالية يا أخوان يتمحور حول قبول الآخر وقبول ما يقول، مع حقك في إبداء رأيك دون التجريح ودون التطاول ودون المساس، إنما تقول رأيك بحرية. وكذلك كنت حريص على أن تخرج جمعية لتطلع هذا المفهوم الخاطئ عند الناس اللي تكرس، وتساعد على تكريس الجمعيات أو التيارات الدينية، وهي أن الليبرالية منافية للدين أو عادية للدين، حتى أصبحت الليبرالية عند بعض الناس كفر، وكذا أنت مسلم ولا ليبرالي، أصبحت معادلة للدين يعني، وهذا من جهل الناس حقيقة والتجهيل، الجهل والتجهيل. فالناس في طبيعتها غير مطلعة، الأغلبية أنا أتكلم عن العالم يعني بالأغلب غير مطلعة، خاصة في العهود ما قبل السمارت فونز وسهولة حصولك على المعلومة، كانت تعتمد حقيقة على ما ينقلون لها من تجارب الآخرين، من ناس فقط معينين، لا يستطيع هو الذهاب والبحث والتبحر في تجارب الآخرين حتى يعرف الليبرالية معناها الحقيقي، كيفية تطورها، وين شططها، حدث في أي مجتمعات، ثم تنظر إلى معاني معينة مثل العلمانية ما هي معناها وغيرها، إنما يعني اعتمد فيها المجتمعات العربية ونحن منهم على ما يأتينا من التيارات المتدينة اللي تشرح لنا ما هي الليبرالية وتشرح لنا ما هي العلمانية، فأصبحت يعني مشوهة في أذهان الناس. فكنا حريصين على أن تخرج جمعية تفهم الناس ما هي الليبرالية، وأن هذا يبقى الفهم خاطئ، فهم سائد خاطئ. ولكن الآن الجمعية الليبرالية كجمعية شيء، وكأفراد شيء آخر، كممارسات أفراد شيء آخر، وإن كنت أعتقد أن هناك تلازم وترابط ما بين الفرد اللي يكون في جمعية أو في مؤسسة وسلوكه، لأنه ينعكس شئت أم أبيت في ذهن الناس على المؤسسة التي يشغلها، فإن كان سلوكه سيء انعكس على يعني مدى تقبل الناس للمكان اللي هو فيه أصلا، مو هو فقط، فيعني يطال المكان حتى اللي هو يشغله إذا كان هناك خطأ. وأنا حقيقة كنت متابع كما غيري من النواب لما حدث أخيرا فيما يخص موضوع حل الجمعية لمدة 6 شهور من جمعية من وزارة الشؤون، وسألت واستفسرت وعلمت أن الجمعية ارتكبت عدة مخالفات للقانون، فهناك مخالفة للمادة 6 وهناك مخالفة للمادة 30، وكذلك في مخالفة لمادة أعتقد فيها جمع التبرعات أو شيء من هذا القبيل، ما يحضرني الآن رغم المادة. وإحنا نقول لو إخواننا وأهلنا يطبق عليهم القانون ما المفروض نزعل، إحنا أعضاء مجلس الأمة قسمنا على حماية الدستور، والدستور يعني حماية القانون الذي يأتي بعده. وبالتالي ما كانت عندي ردة فعل كبيرة أنا شخصيا لطالما كان هذا القانون يطبق على الجميع، وبالتالي أريد أن أبين رفضي التام على ربط الليبرالية بالمساس بشعائر الناس واعتقاداتهم ومعتقدهم، هذا أمر خاطئ بل ينافي المعنى الأصيل للليبرالية. الليبرالية هو تقبل الآخر مو إهانته، تقبل الآخر مو شتمه ولا شتم عقائده ولا شعائره، هذا كلام مرفوض. فلما خرج هذا الكلام من أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية الحرية كان يخص الوحدة، فيستهجن على قدرة يعني ويستنكر على قدرة. لما حلت الجمعية لابد يكون سبب قانوني، ما يصير لنا واحد من الأعضاء أخطأ في القانون وهذا مجرى قانوني ورفعت عليه قضايا
واعتقد الان هو الله يفك عوقه يعني مسجون. انا لا تجمعني حقيقه علاقه شخصيه مع احد من الاخوان يعني، ومع كل حبي واحترامي، انما انا يهمني حل الجمعيه نفسها، لان الاشخاص زائلين. انت تبي الكيان نفسه، بكره يروحون الاشخاص ويجون اشخاص اخرين يؤدون المهمه على شكلها الافضل يعني. فلذلك كان موقفنا هو حقيقه يعني عدم التدخل، عدم التعليق، مجموعه قريبه منك بعيده منك خالفت القانون يطبق عليها القانون، وهذا من ناحية. بس أنا لا أريد أن أربط ما قام فيه أحد الأعضاء من تجاوزات بالخطأ على الدين أو شعائر المسلمين وربطه في حل الجمعية. حل الجمعية أتى لأسباب أخرى يعني، حتى بس ما حد يطلع لي فيها بطل. حل الجمعية لم يبنى لأن أحد أعضاء مجلس الإدارة قال كلام منافي ولا هاجم الدين، لا حد يطلع فيها بطل يعني، جمعية مخالفة. الآن سؤالنا ما هي الجمعيات الأخرى المخالفة اللي ما طبقتوا عليها القانون؟ خلونا نفتحها من أكبر الجمعيات الموجودة. الحين هذا مخالف للمادة 6 ومادة 30، غير من الجمعيات مخالفة لمواد أخرى. فنريد أن نعلم سبب عدم حل جمعيات مخالفة، ونريد أن نبحث ونفتح أكبر ملفات أكبر الجمعيات الدينية الموجودة. وهذه فرصة جيدة من وزيرة الشؤون أن تخلينا الآن نبطل ونطالع وين التماثل ما بين الأخطاء اللي اقترفتها جمعية الحرية والأخطاء مثلاً اللي اقترفتها جمعيات دينية معروفة. هل فعلاً ما يقال بأن الوزارة لا تجرؤ حتى أن تقترب من تلك الجمعيات، هل هذا صحيح؟ يعني حسب علمنا أن المرأة مرأة حديدية، وأن الوزيرة وزيرة حديدية ما يهمها أحد. يبين هذا بالبحث، وإحنا الآن عاكفين على إخراج كل المشاكل التي شابت جمعيات أخرى ولم يتخذ فيها قرار، ونحطها أمام الوزير ونحطها أمامكم ونقول لكم تفضلوا هذه المعاملة إن كانت معاملة منصفة ولا لم تكن منصفة. فهذا ما يخص الجمعية. والآن بعض الأخوة يربطون ما بينه وما بين جمعية الشفافية، هذا موضوع آخر. إحنا لما عمرنا طلبنا لا بحل جمعية الشفافية ولا بحل مجلس إدارة جمعية الشفافية، احنا مع محاسبة جمعية الشفافية. تحل مجلس إدارة وتطلعهم على شنو؟ تعالي بالأوليين كلهم اللي أساءوا للكويت أو تهاونوا أو تخاذلوا عن حماية الكويت، تعالي بايبهم كلهم وحاسبهم والاتفاقات اللي احنا اتفقنا فيها على جمعية الشفافية مع الحكومة. ننتظر من الحكومة اللي وعدتنا، لكن يوم الحكومة بشهر للأسف. ننتظر الآن منهم أنهم يفعلون ما وعدونا فيه اللي طلع من لسانهم أهم. فهذا موضوع الشفافية مختلف جدا عن موضوع الحرية، فالربط بينهم ما له أساس من الصحة. هني المطالبة مختلفة وهني المطالبة مختلفة. هذا موضوع جمعية الحرية. انتقل الآن إلى موضوع آخر. أولا يعني أنا لا أعتقد أن دولة ممكن أن تمضي في تطبيق القانون معتمدة على مجهود شخص واحد. والآن أنا أتكلم عن موضوع التزوير بالجناسي. من صرنا أعضاء في مجلس الأمة وحالات القبض على مزورين الجناسي متوالية ولا تنتهي، وكل قصة أفظع من الأخرى وتفاصيلها مرعبة أكثر من الأخرى. وأنا يا أخوان ما أعتقد أن دور عضو مجلس الأمة أن يولول ويلطم مثل ما الناس تولول وتلطم. الناس لها حق تولول وتلطم لأنها تشاهد الخطأ وتعلق عليه. أما نائب عضو في مجلس الأمة لما يشاهد الخطأ لا يكفي أن يعلق عليه، بل يكفي أن الذي يكفيه هو أن يعمل على إصلاح الخلل واقتلاع الخلل من جذوره. هذا اللي يكفينا. لذلك وأعتقد الآن صار لي سنة ونص، من الأخوة اللي متابعين أعمالنا يعلم أن إحنا ما ندخل في أي يعني حوار أوردي ثائر والناس تتقاذف فيه التهم والناس دائرة فيه. في ظل هذا الامتعاض الشعبي إحنا كنا قاعد نعمل على حل، والحل أتى من قانون البصمة الوراثية الذي اعترضت عليه المحكمة الدستورية وقالت فيه شوائب. لأن أنا أعتقد الحل هو فقط في البصمة الوراثية لمعرفة المزورين. الحل في البصمة الوراثية، لا يوجد حل آخر. الآن الطريقة اللي اقترحت فيها البصمة الوراثية وكيفية وضعها بشكل عام من غير تحديد ولا وضع سبب، وهو الذي اعترضت عليه المحكمة الدستورية
أخذناه في عين الاعتبار وتلافيناه وقدمنا مقترح يا أخوة، هو بيخص تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وهو باختصار ورح ينشر لكم وتصورونه ورح ينزل عندنا في وسائل التواصل الخاصة في المكتب، إنشاء نيابة للنسب بدل ما هي إدارة للنسب حالية اللي موجودة في ميدان حولي، إنما نيابة تتبع النيابة. والآن لأن احنا كانت معضلتنا الأولى إن اللي يقول لك هذه عملية شخصانية تخليها بالداخلية، الداخلية يعني طرف في خصومات سياسية قد تستخدم الأدلة وتلوث الأدلة ومن هالكلام. نحن الآن نذهب إلى ضمير الشعب، إلى النائب العام، لأنك أنت بالنهاية يجب أن تذهب إلى مكان ثقة، إذا ما كان عندك ثقة في الداخلية يجب أن يكون عندك ثقة في النائب العام وجزء من النيابة، ويلحق فيها مختبر البصمة الوراثية، وتصبح الشكاوى هناك يتم تلقيها من الداخلية، ولا تقوم الداخلية نفسها إن كان في هذا ريبة وشك، لا تقوم الداخلية نفسها في عمل التحقيق، إنما تعطي الدلائل وتعطي الشكوى للنيابة، نيابة النسب الجديدة، ونيابة النسب تجري اختباراتها بما هو متوفر لديها من مختبر للبصمة الوراثية حتى تفكنا من هذه المشكلة بالكامل. عرفت هذا الاقتراح على مجموعة من القانونيين الكثير، يعني أبدأ يعني سعادته بالفكرة، البعض كان عنده بعض التعديلات، التعديلات مو مهم، يعني هذا الآن للمراجعة وإحنا بصيف، يعني فماني مستعجل على تقديمه الآن، ما رح نرجع إلا بشهر 10، بالتالي عندنا وقت أكثر من كافي تعاد الصياغة، بس الفكرة موجودة الآن بهذا الاقتراح. يا أخوان إحنا هذه طريقتنا، يعني عشان بس كثير من الأخوة يقول أنت ما تطنطنون وايد على موضوع الجنسية وعلى موضوع تزوير الجنسية. يا أخوة بس أذكركم، يعني أنا النائب اللي صعد على المنصة وحطيت شارت تبين كمية التزوير، وإن إحنا قاعد نمشي بمعدل غير طبيعي في زيادة المواليد ناقص الوفيات آخر السنة، قاعد نمشي بشكل غير طبيعي منتفخ، ويبت لهم مقارنات ما بين أكثر الدول زيادة بالسكان ونسبة خصوبة مقارنة بالكويت، واضح عمليات الجنب وعمليات التغير غير طبيعي، معدلات زيادة السكان أو معدلات السكانية بشكل عام تتسم بالثبات النسبي إما بالزيادة ولا بالنقصان. ما يخلخل هذه النسبة هي وجود أوبئة، حروب، تغير في الدول، تغير في جغرافية الدول، هذا اللي يغير فقط، طرد كمية كبيرة من الناس هذا اللي يغير. إذا كانت الأمور ماشية طبيعية لا يمكن يكون هذا اللي احنا شفناه، وهذا قدمت عليه الدلائل والبراهين. أنا أعتقد بعد أرجع مرة ثانية وأتكلم في برامج ولا أتكلم في أماكن أخرى، خلاص أنا وضحتها مرة واحدة ورأيي واضح في الموضوع. الآن الدور مو أني أقعد أسولف زيادة، الدور أني أوجد حل. أنا أعتقد ما هو بين يدينا الآن يعني بداية الطريق وبداية أعتقد حل. فأنا راح أخذ فترتي هالصيف هذا أراجع مع بعض من نثق فيهم، نطرحها على العامة يعطونا آراءهم. أنا أعتقد لن تحل مشكلتها المزورين إلا بتطبيق قانون يحمل في طياته الاعتماد على البصمة الوراثية، وننتهي من هذا الـ يعني المشكل المؤرق للبلد المستنزف لأمواله اللي يضيع جهود أبنائه ويشعر الناس بالظلم ولا يجعل من الدولة قادرة على إرضاء المواطنين لهذه الانتفاخات اللي فجأة طرأت على الدولة. ودولة مثل الكويت ما هي مثل أي دولة أخرى، أي زيادة في العدد يعني زيادة تكلفة هائلة، لأن أي مواطن الدولة تصرف عليه من المهد إلى اللحد، بالتالي مئات الآلاف تشكل عجز دائم في ميزانية الدولة، مئات الآلاف من المزورين. فأنا يا أخوان أعتقد هذا هو حلنا بهذا الموضوع. نفس الطريقة ننتقل إلى الموضوع الآخر بنفس الأسلوب، موضوع هيئة الزراعة. يمكن أنا النائب رقم 2 اللي صرح بعد قرار سحب صلاحيات الأخ الشيخ محمد اليوسف، وكنت معترض على ذلك وصرحت في ذلك،
وطبعا من يوم ما حددت صلاحياته او قلصت صلاحيات مدير عام لهيئة الزراعة، والناس تسولف فيها في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره. يعني أنا ما أعتقد كثر الكلام بالموضوع راح يفيد، لا راح يفيد الموضوع نفسه ولا راح يفيدك أنت. أنت خلاص بينت موقفك وبينت كلامك، تسولف فيها بالدواوين، تسولف فيها مع العالم، تبدي اعتراضك، لكن أنك تشغل العالم بتصريحات رسمية متتالية متكررة بذات المعنى وذات المضمون ما له معنى الصراحة. فلذلك يعني أنا أعلنها للمرة، يعني ثاني مرة وللمرة الأخيرة، نعم أنا معترض على كل ما يصار، معترض اعتراض شديد على الكتب اللي طلعت، معترض على تجاوز نائب المدير لمديرها والتراسل مباشرة مع الرئيس، مع الوزير، رافض أن الرسالة تقول أن لا يوجد هناك تعليمات للاقتحام من المدير العام، بتأكيد بالرسالة اللي دازت المدير العام، مع ذلك تسحب صلاحياته. معترض على أن رسالتين يطلعون نفس اليوم، واحدة تقول حل اللجنة والثانية تقول سحب صلاحياتك. معترض مثل ما العالم كلهم معترضين، ثم ماذا؟ يعني نهاية هذا الاعتراض شنو؟ هناك عمل يقوم فيه النائب غير اللي تشوفونه، هناك عمل وضغوطات ولوبينج نعملها، نعتقد أن احنا ماشيين على الطريق الصح في حل هذه القضية، حل نهائي وتمكين أي رجل كان، أي رجل كان تمكين، التمكين الصحيح من أن يعني يقضي على عش الدبابير هذا الموجود في الهيئة. وهذا الكلام وهذا اللوبينج وهذا التنسيق ما يصير يا جماعة بالإعلام، ولا يصير بالحكي، ولا يصير إن أنا أقعد نعلن عنه والله قد قمنا بالشغلة الفلانية فيما يخص الزراعة، ما يصير. إحنا في صدد مشكلة، وفي صدد مشكلة يعني إجرائية صارت أعتقدها في المقام الأول، وأعتقد في سوء تفاهم كبير حصل، سوء تفاهم كبير هو اللي أدى إلى تفاقم هذه المشكلة. بعدين يعني أنا أتمنى من الأخ الوزير صديقي وحبيبي الأخ محمد الجبري، أنك أنت الآن بما أنك كنت حاسم جدا في موضوع الشيخ محمد اليوسف، أتمنى أن تكون كذلك حاسم في ما سواه. يعني حل إيقاف صلاحيات محمد اليوسف هذا لا يعني عدم وجود حيازات زراعية مخالفة، ولا عدم وجود تنفيع، ولا عدم وجود بلاوي داخل الهيئة الزراعة. هيئة الزراعة هي واحدة من ثلاث هيئات ومؤسسات في الدولة هي الأكثر فساداً، رفقة مع البلدية والشؤون. هاي الأمر يحتاج سؤال كبير، ما هي خطوات الوزير القادمة؟ زين ما عاجبك شغل محمد اليوسف، خطواتك إيش؟ هذا سؤال مهم يجب أن يجاوبون عليه الأخوة في الوزارة. ثم إن إحنا مع مجموعة من النواب إحنا عندنا رأي وصلناه للحكومة، وإحنا إحنا طلابة يعني جماهيرية ولا طلابة شهرة، الرسالة وصلت للحكومة، الآن ننتظر من الحكومة. الآن إحنا ما عندنا يعني إلى شهر 10 الجاي لا يوجد أي جلسات، لكن احنا وصلنا رسالتنا واضحة، نضع فيها النقط على الحروف، ونتمنى الآن من الإخوان بالحكومة أن يبادلون يعني هذا النوع من الرقي في التعامل وعدم التشهير، ولا كان سهل جدا علينا أن نطلع نمسك الميكروفونات ونقول اتفقنا على 1-2-3 ونطلع فيها، لكن هذا الاتفاق يجب أن يحترم. نعتقد أنه عقلاني، وهذه رسالة للحكومة، حلوا الموضوع لأن الخنبقة بلشت منكم ما حتدخل فيها، فأرجوكم حلوا الموضوع حل نهائي، حل نهائي. هذه الثلاث مواضيع يا أخوان اللي عندنا، نسينا بعد شيء؟ إذا كان هناك أي سؤال، شكرا جزيلا.